الصحابة والإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاستثناء الذي تعرفه بلادنا والعالم دون استثناء به، بتوجيه السيد صالح وجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ينعقد هذا اللقاء اليوم انطلاقة الأولى في البداية. جميع أن الدولة كانت وستظل دائما وافية لطبيعها الاجتماعي، بحيث أن كل التكوينات الاجتماعية حافظت على مستواها، إن لم نقل إنها تتزايد من كل سنة، وهذا ما تؤكده القوانين المالية العالية والتأمينية ومهما كانت. في بناء جمهورية جديدة. زميلاتي زملائي، ها نحن في البرلمان خلال المادة 157 من الدستور، التي تنص على أنه يمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة. بإذن الله تعالى هذا الإدماج يتم بإذن الله تعالى في الآجال التي حددها المنظومة التنفيذي السالف ذكره. السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء اللجنة الأفاضل، أما فيما يتعلق بتنفيذ أحداث النشاطات، يتم القطاع مراقبة تشريع مقومين العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية، وتقديم كل ما يتعلق بذلك، وفي مقدمتها احترام الحقوق الأساسية للعمال، فإن التغييرات التي حدثها الأزمة الاقتصادية الآن، وفيما يقام المنصات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الناشئة، كمسار القطاع كذلك على تدريس قوائم الوقاية والأمن في أماكن العمل، وتطبيق القوائم